لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. توالت علينا منك الآلاء والنعم، فلا رب لنا سواك ولا إله غيرك. في السماء ملكك، وفي الأرض سلطانك، وفي البحر عظمتك، وفي الجبال قوتك، وفي الخلق قدرتك، وفي الكون سطوتك، وفي الجنة رحمتك، وفي النار سخطك، وفي الليل والنهار آيتك، وفي كل شيء آية دالة لك. فوا عجبا وعجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده جاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون باللجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك. على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نديد له، ولا نظير له، ولا مثيل له، ولم يتخذ في ملكه صاحبة ولا ولدا. ما شاء الله كان، وما لم يشأ الله لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يا من إليه جميع الخلق يبتهل، وكل حي على رحماه يتكل. يا من علا فرأى ما تحت الثرى وحجاب الليل منسدل. يا من دنا فنأى أن تحيط به الأفكار طرا أو الأوهام والعلل. أنت الملاذ إذا ما أزمة شملت، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل. أنت المنادى به في كل نائبة، أنت الإله وأنت الذخر والأمل. أنت الرجاء لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل. فإن عفوت فعن جود وعن كرم، وإن سطوت فأنت الحاكم العدل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وأمينه على وحيه، وخيرته من خلقه، وخير ما في ملكه. بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق الجهاد، حتى أتاه اليقين من رب العباد جل وعلا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال ربنا سبحانه في مطلع سورة عظيمة جليلة: سبحان الذي أسرى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
عباد الله، لكل مقام مقال ولكل حدث حديث. وفي هذه الأيام يتذكر المسلمون في أرجاء المعمورة هذه المعجزة العظيمة التي تدل على عظمة الله جل جلاله، والتي تدل على رفعة مكانة النبي عليه الصلاة والسلام. إلا أننا نحب أن نشير إشارة سريعة في هذه العجالة، وما أدراك ما الإسراء والمعراج. وقبل أن تأتي هذه المعجزة، هيأ الله تعالى المستمعين والمتلقين، هيأ الله تعالى لها المؤمنين، ثم هيأ رسوله عليه الصلاة والسلام. فنزل قول الله تعالى يصف حال رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويصف أخلاقه ومكارمه وفضائله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. هذا النبي عليه الصلاة والسلام ما ضل وما غوى وما التبس عليه الحق أبدا، وإنما هو يبحث عن الحق، وإنما هو يريد الهداية للعباد. نعم والله، ما ضل صاحبكم وما غوى. ثم بين الله تعالى: وما ينطق عن الهوى. هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه لا يقول إلا حقا. وما ينطق عن الهوى، لماذا؟ إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما قاله لنا إنما هو وحي من الله تعالى. فهيأ الله تعالى المؤمنين بأن هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، إلى نهاية الآيات. فهيأ الله تعالى نفوس المؤمنين لأن يستقبلوا هذه المعجزة الكبيرة. وما ينطق عن الهوى، كما قال الله تعالى على لسان رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. فإن الهداية كل الهداية إنما تأتي بالوحي الذي ينزل من السماء. ومن أراد هداية العباد فعليه أن يقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام لينطق بهذا الوحي: قل إنما أنذركم بالوحي. نعم والله، وما أدراك ما كلام ربنا سبحانه، فيه هداية النفوس، وفيه طمأنينة القلوب، وفيه الهداية إلى جنات النعيم. ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى. قال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. ثم تكلم الله تعالى عن الأدب الرفيع، وعن الذوق العالي، وعن الفضائل والمكارم، فقال لنا ربنا سبحانه: ما زاغ البصر وما طغى. انظروا إلى أدب رسول الله،
عليه الصلاة والسلام ما زاغ البصر وما طغى، ما التفت يمنة ولا يسرى، ما نطق بكلام غير مقبول، ما اندهش بشدة ما رأى من الأمور العظيمة، لأن الله تعالى ملأ قلبه بالإيمان. ما زاغ البصر وما طغى. ثم قال الله تعالى لنا: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ولماذا أراه الله تعالى تلك الآيات الكبرى؟ إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد مر بأحزان وآلام وبضغوط عظيمة وبمصائب، مصائب داخلية وأخرى خارجية، فقل الناصر وضعف المعين، ماتت زوجته التي كانت تكرمه، نعم والله كانت تكرمه خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ومات عمه أبو طالب الذي كان يحوطه ويحميه رغم أنه مشرك، إلا أنه يقوم بحمايته، فماتت زوجته التي تسانده، ومات عمه الذي يحميه، ثم وجد معارضة خارجية قوية أرادوا أن يثنوه عن دعوته، وأرادوا أن يصدوه عن رسالته، ولكن هيهات هيهات، ما ينبغي لهم وما يستطيعون. فقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أشجع الناس وأكرم الناس وألطف الناس بالناس، هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما ضعف وما وهن وما تراجع إلى الوراء، وإنما ملأ الله قلبه بهذه الرسالة، وأراد أن يخرج العباد من ظلمات الشرك والضلال إلى ظلمات التوحيد، إلى نور التوحيد والإيمان. فكان ما كان، فأراد الله تعالى له أن يهاجر، وأراد الله تعالى للدعوة انتشارا، ولكن قبل أن يواجه تحديات أكبر أراه الله تعالى آيات، ورفعه الله تعالى مقامات عالية ما بلغها أحد أبدا. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وما أدراك ما الإسراء والمعراج؟ معجزة عظيمة أراد الله تعالى أن يثبت بها رسوله صلوات الله وسلامه عليه، كما حدث لموسى عليه السلام عندما أرسل الله تعالى موسى، أرسله الله تعالى إلى الفرعون، قال الله تعالى لموسى عليه السلام: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. بعد أن أراه الله تعالى العصا، ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقيها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. آية أخرى: لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. ثبته الله وقواه الله ثم أرسله، لأن دين الله تعالى أحبة الكرام يحتاج إلى قوة، ويحتاج إلى يقين، ويحتاج إلى ثبات في زمن تزعزع الكثير من الناس عن دين الله، ورضي الكثير من الناس بالحياة الدنيا، فرحوا بالحياة الدنيا
وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، فمن كان قويا في دين الله ومن عظم النصوص ومن قرأ القرآن ومن عمل بالوحي ومن دعا بالوحي فإن الله تعالى يرفعه في الدنيا ويرفعه في الآخرة، ومن كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا لنريه من آياتنا الكبرى. فكان الإسراء من بيت الله الحرام إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات العلا، وكلما أتى بالسماء قال من؟ قالت الملائكة من؟ قال جبريل. يقولون من معك؟ يقول محمد صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. من معك؟ يقول محمد. يقولون أو قد أذن له؟ سبحان الله، انظروا إلى هذه المملكة العظيمة، انظروا إلى هذا الملك الكبير. الملائكة تحرس أبواب السماء فلا يدخلها أحد ولو كان جبريل، ولا أحد يدخلها بغير إذن ولو كان رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل قدير، وربنا سبحانه وتعالى عظيم. نعم والله، وأي عظمة كهذه؟ من معك؟ قال محمد. يقولون له أو قد أذن له؟ يقول نعم. يقولون له مرحبا به ولنعم المجيء جاء. عرج إلى السماوات العلا سماء بعد سماء سماء بعد سماء حتى وصل مكانا عليا، فوقف جبريل وقال ما يكون لي أن أتقدم هذا المقام إلا أن الله تعالى أصعد رسوله عليه الصلاة والسلام إلى هنالك. عباد الله، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإذا كان جبريل لا يصعد إلى السماء إلا بإذن من الله، وإذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يجاوز أبواب السماء إلا بإذن من الله، فإن الله تعالى لا يصعد إليه من الأقوال والأعمال والمعتقدات إلا ما نزل به جبريل وقاله لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إن الإسراء والمعراج ليس قصة تحكى ولا رواية تروى، وإنما هي عبر ودروس. لقد سند الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام وآنسه وأراه هذه الآيات حتى يعلم العباد أنكم إذا خذلتم دين الله فإن الله ينصر دينا، وإذا لم تتبعوا رسول الله وإذا استهزأتم بمكانته فإن مكانته عند الله عاليا وإن شرفه عند الله عظيم. أهل الطائف يضربون رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول له أحدهم أما وجد الله إلى أهل الأرض رسولا غيرك؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فإذا بالله جل جلاله يريهم العظمة ويريهم الملك الكبير، وإذا بالله تعالى يرفع رسوله عليه الصلاة والسلام مقاما عليا. النبي عليه الصلاة والسلام ما وجد الأذى وما وجد الضيق ولا وجد العناد إلا لأنه دعا إلى توحيد الله، دعا العباد إلى أن يعبدوا الله
الى ان يوحدوا الله، الى ان يفردوا الله بالعبادة، الى ان يسيروا فوق في صراط الله المستقيم، فوجد هذه العداءات ما اراد دنيا، وانما عرضوا عليه الدنيا. قالوا له: ان كنت تريد ملكا ملكناك، وان كنت تريد مالا اعطيناك، وان كنت تريد نكاحا زوجناك اجمل نسائنا، دع ما انت عليه. الا انه له هدف عظيم، هداية الحيارى، ان يهدي الحيارى الذين يعومون في بحار، يسبحون في بحار الشرك والضلال، يخرجهم الى نور التوحيد والايمان، يخرجهم الى بر السلامة. فكانت هذه المعجزة: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. كلمات كالضياء تجلو عن القلب الحزن، بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن. في كلمات الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله على وحدانيته جل وعلا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم البعث والدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فماذا رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى جبريل على صورته الحقيقية. أي عظمة كهذه يا عباد الله! من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وما أدراك ما جبريل؟ إنه ينزل بالوحي من الله جل جلاله إلى أنبياء الله ورسله. رآه رسول الله عليه الصلاة والسلام على صورته الحقيقية. لقد رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أراه الله تعالى الجنة، فرأى الجنة رأي العين. رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام لنريه من آياتنا الكبرى. لقد رأى الأنبياء قبله جميعا. أي عظمة كهذه! أراه الله تعالى جميع الأنبياء. وما أدراك ما العظمة التي نالها رسولنا عليه الصلاة والسلام وهو أهل لذلك؟ بعدما رأى الأنبياء والرسل قدمه الله تعالى، وهو المقدم، هو المقدم عليهم، ودينه نسخ جميع الأديان، ورسالته نسخت جميع الرسالات، فلا يسع أحد في هذه الأمة بعد الوحي والقرآن أن يأتم بغير رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو كان نبيا من الأنبياء. أدركتم الخطورة؟
أعرفتم الخطورة يا عباد الله؟ ألم أقل لكم إن الإسراء والمعراج معجزة كبيرة؟ إذا كان بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله تعالى من أحد أن يأتم ولو برسول، إذا اتبعت رسول من الرسل وتركت القرآن وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني في هذه الأمة ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا أكبه الله تعالى على وجهه في النار. فإذا بإمامة النبي عليه الصلاة والسلام نسخ الله تعالى الرسالات بهذه الرسالة، والله تعالى جعل هذه الرسالة هي الرسالة الخاتمة، وبهذه الأمة يحاسب الله تعالى العباد بالقرآن وبما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت الرسالة ختمت بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبل الله تعالى من أحد أن يأتم ولو بعيسى ولو بموسى ولو بإبراهيم ولو بنوح بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الإمامة له فقط والتبعية له فقط، فما بال أقوام يبتدعون في دين الله ما لم ينزل الله تعالى به من سلطان، تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وساروا خلف آراء الرجال. ولسوف يندم هؤلاء جميعا عندما يوافون الله تعالى يوم القيامة: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. لا يقبل الله تعالى عباده إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، والمتبع بالحق هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الأنبياء صلى بهم إماما ثم سأله الله تعالى وخاطبه رب العزة والجلال بعد أن جمع له هؤلاء الأنبياء ليبين أن عقيدتهم واحدة. نعم هنالك اختلاف في التشريعات، ولكن العقيدة واحدة والإيمان واحد والتوحيد واحد. قال الله له بعدما جمع له الأنبياء: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. أي يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء الرسل جميعا ها هم جلوس أمامك، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. إن توحيد الله جل جلاله واتباع النبي عليه الصلاة والسلام والتحلي بالأخلاق والفضائل التي جاء بها، هذا هو الطريق الذي ينقذ الأمة ويسعد البشرية. أحبتي الكرام، لقد رأى من آيات ربه الكبرى وأراه الله تعالى بعض المشاهد التي تمس الأمور الاجتماعية، وأراه الله تعالى عقوبات الذين وقعوا في الأعراض والذين وقعوا في المنكرات والموبقات. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام صرير الأقلام. نعم والله سمع صرير الأقلام، إنه رسول الله عليه الصلاة والسلام سمع صرير الأقلام، وفرض الله تعالى على أمته 50 صلاة ثم خففها عندما ذهب إلى موسى: ماذا لا
يذهب بين موسى ويصعد إلى ربنا جل جلاله حتى جعلها الله تعالى 5 صلوات. ثم نادى مناد من السماء عندما قال موسى للنبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ربك وسله التخفيف، قال والله قد استحييت من ربي، فنادى مناد من السماء أني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي بالحسنة 10 هي 50 وهي 50، 50 في الأداء و50 في الثواب والجزاء. لنريه من آياتنا. وما أدراك ما رأى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ رأى أمورا عظيمة ورأى آيات كبيرة. ولقد قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح الجامع وغيره، ليلة أسري بي ما مررت على ملأ من الملائكة إلا قالوا لي يا محمد صلوات الله وسلامه عليه أوصي أمتك بالحجامة، إنه دين شامل ودين متكامل، وإن الإسراء والمعراج لها دلالات عظيمة، دلالات عقدية ودلالات تربوية ودلالات اجتماعية ودلالات تاريخية. فما ذكر الإسراء والمعراج إلا ذكر المسجد الأقصى. ولقد ذكر الله تعالى مكر اليهود وذكر الله تعالى سوء نياتهم في الآيات من سورة الإسراء، ربما نقف معها إن مد الله تعالى لنا في الآجال. دلائل عظيمة وأمور كبيرة، وتدل الإسراء والمعراج على علو الله تعالى. فإلى من أينكرون علو الله؟ إلى من ينكرون علو الله؟ يقال لهم أين كانت الإسراء والمعراج؟ وأين فرضت الصلوات؟ وأين أري رسول الله عليه الصلاة والسلام الكبرى من الآيات؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفلا تذكرون؟ عباد الله، إن دين الله تعالى واضح، وإن شرع الله تعالى بين، وإن الله تعالى يريد منا اتباعا لا يريد منا ابتداعا. يريد الله تعالى منا أن نمتثل الأوامر وأن نبتهي عن الزواجر. يريد الله تعالى منا أن نأخذ هذا الدين بجدية. فإن كان حالنا كذلك فإن الله يرفعنا، وإنما عند الله ينفعنا. وإن تكاسلنا وتهاوننا فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فعلينا أحبتي الكرام أن نشكر الله تعالى على ما من علينا به من البينات والهدى، وأن جعلنا من أمة خير الرسل وأفضل الإنسانية والبشرية جمعاء. أحبتي الكرام، علينا أن نجدد التوحيد في النفوس، وأن نعظم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتكون التعظيم بمحبته عليه الصلاة والسلام، وباتباعه عليه الصلاة والسلام، وبأن نصلي عليه. فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، ومن صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. يا من بحثت عن العطور فخيمها ليكون عطرك بين الأنام نثيما، هل لي بأن أهديك عطرا فاخرا وهو الدواء إذا ما غدوت سقيما. هذا كلام الله في قرآنه، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. نعوذ بك اللهم من حياة على غرور، ومن موت على غفلة،
ومن منقلب إلى حسرة. فثبت اللهم على الحق قلوبنا وعلى الصراط أقدامنا، واختم لنا بالباقيات الصالحات آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. نسألك اللهم الميتة الحسنة وحسن الخاتمة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وأقض الدين عن المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك برا وبحرا وجوا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعزنا ولا تذلنا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشفي شفاء عاجلا غير آجل عمن عثمان باللية وعمن عبد الوهاب الهلالي. اللهم اشفهم بشفائك، وداوهم بدوائك، وأغنهم بفضلك عمن سواك. وصل اللهم ربي وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نبات كالضياء تجلو عن القلب الحزن، بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن.